من لقطات جميلة يا أهلي، جميلة يا أهلي. انتظروا تغطية خاصة وحصرية من قلب العاصمة القطرية الدوحة، وسهرة خاصة هنعرف من خلالها كل الأخبار والكواليس الخاصة بكأس الانتركونتيننتال، والاستعداد للمنافسة على كأس التحدي مع بطل كأس الأمريكتين، مع نخبة من ألمع النجوم يقدمها لكم محمد سعيد في الأوقات التالية على قناة الأهلي.